السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، دلوقتي بقى انا عاملة لكم جولة جامدة جامدة في شارع العوام في مرسى مطروح. هوريكم بقى شارع العوام بالليل بيبقى عامل ازاي وبالنهار كمان عامل ازاي. خليكم معايا، اهم حاجة تحطولي اشتراك وتحطولي لايك كمان. بصوا يا جماعة، انا ساكنين في الاذاعة والتلفزيون، اللي متابعني عارف ان احنا شقتنا في الشارع الإذاعة والتلفزيون. دلوقتي احنا رايحين فين؟ رايحين على شارع العوام، ده أحسن وأجمل شارع موجود في مرسى مطروح كلها، عامل زي وسط البلد كده في القاهرة. فأنا هوريه لكم بالنهار وبالليل كمان. ده بالنهار شوفوا بيكون عامل ازاي. دلوقتي أنا كنت بصور الظهر، أصلا كنا رايحين شاطئ الغرام، فقلت أصور لكم كده شارع العوام الظهر بيكون عامل ازاي. زي ما انتوا شايفين كده يعني ايه، فاضي شوي. بالليل بقى تابعوني وشوفوا شارع العوام ده مليان بني ادمين، يعني مليان ناس كتيرة جدا، وعمل لكم جولة فيه. تابعوني لاخر الفيديو كمان هتلاقوا حاجات حلوة فيه. زي ما قلت لكم كده، ده شارع العوام امتى؟ بالنهار، وفي ملاهي اهي وحاجات جامدة على البحر وحاجات حلوة، حاجات تحفة يعني. زي ما قلت لكم ده ايه، بالنهار. تابعوا معايا بقى، هتبصوا هعمل لكم جولة بالليل. بصوا يا جماعه، احنا كنا بالنهار في شاطئ الغرام، وعملت لكم جوله سريعه كده في الشارع ده كده بالنهار. فدلوقتي انا هوريه لكم بالليل وهوريه لكم عامل ازاي. جينا من شاطئ الغرام، اتوضينا وصلينا وكلنا سندوتشات كده على السريع، فاحنا دلوقتي جعانين، فقلنا نروح بقى ننزل شارع العوام، بقى مليان محلات تحفه، مليان بقى كافيهات وكل ومطاعم، كل اللي نفسكم فيه. فانا هوريه لكم دلوقتي، خليكم معايا. واحنا كمان رايحين نتغدى، معرفش بقى ده غدانا عشان اي حاجه، المهم ان احنا هناكل، جعانين وهناكل. فنزلنا شارع العوام اهو، احنا ساكنين في الاذاعه والتلفزيون زي ما انا قلت لكم، ونازلين دلوقتي شارع العوام. بس بصراحه ربنا بالليل غير بالنهار خالص. لما صورت لكم بالنهار كان الظهر، يعني كانت الساعه 12 كده الظهر. دلوقتي بالليل بقى الكورنيش مليان ناس، مليان ناس كتيره جدا، وكل بقى المحلات فتحت، وكل المحلات الاكسسوارات والمطاعم وكل حاجه اللي موجوده على الكورنيش، كل حاجة فتحت بقى بالليل. زمان شايفين كده يعني بالليل غير بالنهار خالص خالص. بصراحة الشارع جميل قوي، حلو حلو، عامل زي وسط البلد عندنا كده، وأحلى كمان عشان على البحر. يعني زمان شايفين، طول ما انتوا ماشيين كده هتلاقوا بقى محلات ومطاعم، وكمان هيقابلكوا ناس كده، واحد شايل أسد لو عايزين تتصوروا معايا، واحد شايل تعبان، واحد شايل بغبغان، اه والله زي ما بقولكوا كده، ونسر. شفنا حاجات كتيرة، حاجات تحفة كده، وقرد، شفت قرد كمان. بس الحاجات دي كلها انا مصوراها، هنزلها شورتس ان شاء الله، فتابعوني وتابعوا القناة بتاعتي، هتلاقوني منزلة حاجات في الشورتس كده، مش جايبها لكم هنا في الفيديو عشان الفيديو ما يطولش. زي ما شايفين كده، اللي عايز يحجز السفاري واليخت بيحجزوا برده من هنا، وعاملين عروض جامدة، عروض حلوة قوي يعني. دلوقتي احنا في طريقنا للمطعم، احنا كنا شايفين مطعم كده حلو، عدة كافيهات كده. الكافيه دوت هقولكوا على اسمه برضو عشان ما تروحوا مرسى مطروح، يعني هتدعولي يعني، روحوا كلوا فيه، هتلاقوا القعدة بالليل جامدة جامدة جامدة. اسم الكافيه اسمه كافيه مولانا. ده انا عايزه اقول لكم على حاجه، ده عنده اتواب بتعملوا بقى سيشن كده وانتوا واقفين، اتواب هندي وتركي وبدوي كل حاجه. زمان شايفين كده بيوريني في التليفون، يعني بتختاروا الطوب اللي انتوا عايزينه وتلبسوه حتى وانتوا واقفين كده، وتقعدوا تتصوروا بيه، تقريبا 25 جنيه حاجة زي كده. زمان شايفين كده عمال يوريني الصور، يعني بتختاري الصورة اللي انت عايزاها ويطلع لك الطوب والاتواب قدامك اهي، وتتصوروا بيها وترجعوا له وانتوا واقفين، وهو كمان ممكن يصوركم. دلوقتي احنا لسه ما وصلناش للمطعم اللي انا بقول لكم عليه، اللي احنا رايحين ناكل فيه، كان عاجبنا يعني. عايزه اقول لكم على حاجه، ان شارع العوام ده مليان كل اللي نفسكم فيه، في محلات سوفينيرز، وفي محل مطاعم، ومطعم سمك، وماكدونالدز، وكنتاكي، وكل اللي نفسكم فيه. احنا دخلنا دي الكافيه، اسمه كافيه مولانا، بس هو عده محلات في بعض. بصوا في النص كده ساحه كبيره، ساحه كبيره قوي، يعني هي التصوير ظالمها لانها اكبر من كده بكتير، يعني بتيجي التصوير كانها صغنونه بس هي مش صغنونه. حوالينا كده عدة مطاعم بقى ومحلات، في محلات بيتزا، محل بيتزا اللي في الوش ده اللي احنا جايين ناكل عنده، اللي هو اسمه الكرم السوري. هنا بقى 3D، يعني بصوا كده ممكن لعبة 3D. وفي الوش كده محل كشري انا شفته هناك اهو، وعلى الجنب التاني في محل عصاير، وبرده في ايس كريم هناك. ده في عدة محلات كده في قلب بعض، في قلب الكافيه دوت، وبيديكوا بقى المنيو بتاعتهم.
اول حاجه بتاعت الاكل، وبعد كده الدنه بتاعت العصاير. بقى انا عملكم جوله برضو في الكافيه دي، خليكم معايا. بص انا اهو، انا قعدت اهو، انا كنت بصور وبعد كده قعدت بقى، شايفين؟ بصراحه الكافيه دي جامده جامده يعني، وبيعملوا عروض وبيعملوا حاجات كويسه قوي. زي كنا لسه بنختار الاكل بقى زي ما انتم شايفين كده، انا طلعت بره ودخلت تاني عشان اصور لكم المكان. احنا قاعدين هنا اهو زي ما انتم شايفين. وعايزه اقول لكم على حاجه، ان هو عند يعني ورانا كده البحر على طول. هدخل جوه دلوقتي بالكاميرا وهوريه لكم، فخليكم معايا. احنا كنا لسه قاعدين اهو، كانوا لسه قاعدين بيختاروا الاكل زي ما انتم شايفين كده. شريف واحمد وجنه وتوت كانوا جعانين يعني، مش متحمسين عشان ايه، كنا جعانين بقى، فهم قاعدين بقى مستنيين الاكل. تقريبا كنا طلبنا الاكل، كنا اخترنا الاكل وطلبناه، بس كان لسه هيتعمل يعني زي ما انتم شايفين كده. كنا جايين المصيف حاجه كده زي القمر، وبعدين بصوا ده وش عامل ازاي من الشمس. حد يا جماعه يكتب لنا على اسم كريم حلو كده غير سان بلوك، يعني حد يكتب لنا اي كريم حلو يخلي الشمس ما تأثرش فينا، عشان لما نيجي ان شاء الله او نطلع مصيف تاني الشمس ما تحرقش وشنا بالطريقه دي. هنا بقى جوه كده زي ما انا قلت لكم البحر، البحرين هيك اهو، شايفين البحر؟ البحر بالليل بس مش باين بقى، باين سواد كده. في الكافيه دي برضو هي تبعها، بس هنا بيعملوا عروض بقى، بيعملوا عروض ورقص والكلام ده، بس انا ايه ما حبيتش اقعد جوه كده لان ما حبش الاغاني اصلا، فقعدنا بره. هنا بقى قعدنا بره يعني، جوه كده بتبقى من كل البحر على طول. هوريكم بقى لقطات دلوقتي انا صورتها. ده قدام الكافيه، دول بيجذبوا الناس يعني، بيعملوا عروض كده قدام الكافيه من بره خالص، قدام العمارات اللي بره، ده الشارع الرئيسي، فبيقعدوا يعملوا عروض كده بالنار. وكان في كمان واحد طويل انا منزلاه شورتس، وبيقعدوا يعملوا حاجات كده غريبه عشان يجذبوا الناس كدعايه للكافيه يعني زي ما شفتوا كده. فقلت ايه، قبل ما الاكل، انا كنت طلبت الاكل، قلت قبل ما الاكل يجهز ويبقى تمام فنطلع بره اعمل لكم جوله كده سريعه، اصور لكم الشارع بالليل والاجواء بقى. الاجواء الاجواء جامده بصراحه في شارع العوام ده. شارع العوام اي حد ينزل مرسى مطروح لازم ينزله، وهيدعي لي بقى لو انت اول مره تروحوها اسالوا على شارع العوام، وروحوا لازم تسهروا هناك يعني يوميا كده، خلي سهرتكم كده في شارع العوام يعني حاجه كده جامده جامده يعني زي ما انتم شايفين كده، حاجه جميله هتتسلوا وهتحسوا كده في ناس وفي حاجات كتير. انتوا اي حاجه عايزين تشتروها اشتروها من هناك، فيها مطاعم فيها كل حاجه زي ما انتم شايفين اهو. وفي ملاهي هناك اهي قدام الكافيه مولين، في ملاهي قدامها كده بشويه، وفي هنا زي ما انا قلت لكم بقى محلات كتير اللي انتوا عايزين. وبصوا في ايه كمان حاجه حلوه، انا بحب اوي الطفطف ده، على فكره التذكره فيه ب5 جنيه بس. احنا كنا سألناه وقال راي اخره شارع ليبيا يعني قدامنا كده، قال انا رايح على سوق ليبيا. سوق ليبيا اه، مش شارع ليبيا، سوق ليبيا زي ما انتم شايفين كده. فانا هدخل بقى اشوف الاكل جاهز ولا لا، عشان بصراحه كنت جعانه جامد، بس زي ما قلت لكم حبيت اصور لكم الاجواء كده والناس والكلام. انا كلمت الصوت الاصلي عشان يعني دوشه دوشه دوشه، عامل ضوضاء جامد يعني. ده انا كنت قدام الكافيه بتاع مولانا زي ما انا قلت لكم، بصوا الزحمه تحسوا كده باجواء، تحسوا بعيد كده وتحسوا بفرحه وحاجه جميله كده. هسيبكم بقى مع الاجواء دي شويه. زي ما قلت لكم كل شويه بقى بيقعدوا يعملوا عروض ويعملوا حاجات كده قدام الكافيه من بره عشان يجذبوا الناس والناس تخش جوه. بس هو بصراحه ربنا الكافيه جامد اللي انا بقول لكم عليها. رجعت تاني اهو بقى عشان اشوف الاكل جاهز ولا لا. احنا طلبنا اكل سوري اللي هو الكرم السوري ده، وطلبنا ده كنا بنتصور، كنا بنتصور، جنة كان بيتصور. اخيرا الاكل جه، اخيرا يعني بصراحة ربنا احنا كنا جعانين جدا، اخيرا الاكل جه. زي ما شايفين كده بيحطوا لنا السلطات الاول. زي ما قلت لكم يا جماعة اخيرا الاكل جه واحنا كنا جعانين. هوريكم دلوقتي الاكل، احنا طلبنا بروست، هبحط لكم الميه دي اول ما تطلبوا يعني الاكل اهو. اللي فوق ده انا كنت مفكره ان هو ورق، طلع عيش، عيش سوري جنة شايت اهو. زي ما انا قلت لكم بروست كده، وفوقه بطاطس وسلطات، وهينزلنا برضو الرز دلوقتي.
فكانت اكله خفيفه كده وكانت حلوه بصراحه. وعايزه اقول لكم على حاجه كمان، ان الاسعار هناك مش غاليه قوي قوي، يعني مش مقفوره، يعني في محلات هنا في مصر وكافيهات يعني الاسعار غير كده خالص، بتبقى اغلى من كده برغم ان ده مكان سياحي وعلى البحر، بس بصراحه ربنا اسعاره حلوه، مش اللي هو مقفور بقى او غالي او بيستغل الامور ان هو على البحر بقى والناس جعانه. فبصراحه اسعارهم كلها حلوه، حتى المشروبات اللي هناك برضو اسعارها حلوه، والايس كريم وكده، فالاسعار يعني عاديه زي القاهره وكده زي ما شايفين، زي ما قلت لكم. والاكل بصراحه كان جامد يعني زي ما شايفين كده. وهطلع دلوقتي بقى اعمل لكم جوله بره في بقيه الشارع. دلوقتي انا عايزه اقول لكم ده العرض بقى اللي انا بقول لكم عليه، بيتعمل في الكافيه اللي جوه، هي عده كافيهات كده في بعض، بس هي من بره اسمها كافيه مولاني، بيعملوا عروض كده، بس انا كاتمه صوتي يعني عشان زي ما قلت لكم انا ما بحبش الاغاني بصراحه. فبيعملوا عروض، اللي له في الاغاني بقى بيدخل جوه، وفي ناس كانت بترقص معاهم كمان مع الناس دي زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت لكم لقطات يعني كده، دول اللي على البحر، فكل شويه يعملوا عروض معينه. مش عايزه اطول عليكم الفيديو، انا عايزه اقول للناس اللي لسه عماله تتفرج عليا لحد دلوقتي، انزلوا بقى اعملوا اشتراك عشان عايزه اوصل ل1000، والناس اللي ما عملتش لايك يلا بقى اعملوا لي لايك، اعملوا لايك كتير كتير كتير. بصوا بقى انا كده اكلنا ومالينا بطننا، فقلنا بقى نتمشى بقى شويه، احنا خرجنا كده من الكافيه كملنا زي ما انتم شايفين كده، فكنا واقفين بقى بنفكر هنشوف هنكمل سهرتنا فين. الطفطف كنا عايزين نركب الطفطف، سألنا الراجل، قال زي ما قلت لكم، قال اخرنا لحد سوق ليبيا، واحنا كنا في سوق ليبيا قبلها بيوم، فقلنا خلينا النهارده في شارع العوام عشان ايه مش عايزين نروح سوق ليبيا، فخلينا نقضي السهره هنا زي ما انتم شايفين كده. بعد ما كنا خلاص قررنا ان احنا نركب طفطف، فرجعنا في كلامنا تاني بقى، قلنا خلاص مش هنروح سوق ليبيا، خلينا بقى نقضي السهره هنا. هسيبكم كده بقى مع الاجواء بتاعت شارع العويم، بس هو بصراحه ربنا شارع جامد جامد جامد، شارع حلو قوي، يعني زي ما قلت لكم كل يروح لازم يروح يسهر، هتلاقوا كل حاجه حلوه فيه يسهر هناك، هو كخروج حلو قوي من بعد بقى المغرب كده تبداوا تخرجوا فيه، يعني الصبح روحوا البحر وبالليل بقى تبداوا تروحوا في شارع العوام، هتلاقوا فيه كل حاجه وهتستنوا، ممكن تقعدوا على الكورنيش حتى لو مش جعانين او اي حاجه، هتقعدوا على الكورنيش هتلاقوا حاجات مسليه جدا، يعني حاجات حلوه وحاجات كتيره مسليه زي ما قلت لكم، بتلاقوا ناس كده بتلف في حاجات غريبه تتصوروا معايا. لقيت واحد معاه تعبان كبير والناس عماله تتصور معاه، بس انا بصراحه خفت اتصور معاه بصراحه، عامل زي الاناكوندا بالظبط كده. بقى كملنا زي ما انت شفت اهو، ولسه بقيته قدام كتير، بس احنا ايه زي ما قلت لكم في هدايا كمان اهو، في هدايا يعني اللي عايز ياخد هدايا تذكاريه، في حاجات دباديب وحاجات كده، في كل اللي انتوا عايزينه. بس بقى دلوقتي وفي بتاع اسمه ايه ده، حنطور، زي حنطور كده بتتفسحوا بيه برضه على الكورنيش. والطفطف بصراحه شفت كميه الطفطف دي كتير قوي في كل حته، انا كنت مفكره هو طفطف المدينه واحد، اول ما روحت يعني واحد بس بيلف في المدينه، بس بصراحه طلع كتير قوي، كل شويه الاقي طفطف قدامي، بس ركوب الطفطف حلوه قوي. هنا بقى بقيت الشارع بقى، احنا بقى اتمشينا، فضلنا نتمشى كده ونمشي مع نفسنا، مشينا كتير كتير، كنا قربنا نوصل اصلا عند الاذاعه والتلفزيون، المسافه جامده كبيره، وفي الاخر ما تعبنا ركبنا بقى عربيه وصلتنا. هنا البحر بالليل عامل ازاي، دي قاعده كده برضو على البحر، يعني ما فيهاش شاطئ للعوم، يعني دي يعني كده، يعني البحر هنا غويط ما فيش شاطئ، بس شكله جامد. بس بالليل منظر البحر بصراحة أنا بخاف منه، لأنه بيبقى لونه أسود كده، فأنا بيخوف بصراحة، بخوف. وفي ملاية اهي، يعني اللي عايز يروح ملاية برضو، ملاية دي حلو فيها بيت الرعب وفيها ألعاب مناسبة للأطفال ومناسبة للكبار، يعني ملاهي جامدة، انا ان شاء الله هعمل لكم جوله فيها واصور لكم فيها.
عجبكم الفيديو يا جماعة ما تنسوش تحطولي اشتراك وتحطولي لايك، والناس اللي مش مشتركة وبتتفرج عليا زعلانة منكم جدا حطولي اشتراك عشان عايزة اوصل لـ1000. مع السلامة.